السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت بتعمل بحث أو بتعمل مقالة وعندك صور، فبتعمل الصور كل شوية تكتب صورة واحد، صورة اتنين، صورة تلاتة، وممكن تحط صورة في النص فتضطر تعيد الترقيم، فده بيعمل مشاكل كتيرة. فهنشوف دلوقتي طريقة تخليك تنجز الموضوع دوت، وهو إن أنا هاجي من الريفرنس وأقول له insert caption، وأقول له أنا عايز أضيف ليبل جديد هسميه صورة بالشكل دوت، وأقول له أوكي. تبقى صورة واحد، صورة اتنين، صورة تلاتة، وهكذا. هي صورة واحد. في صورة تانية اللي هي دي مثلا، هاجي هنا واروح قايل له ايه، انا عايز انزل كابشن اوكي صورة اتنين. نيجي على الصورة مثلا ديت وهقول له دي خلي دي انسيرت صورة تلاتة، تمام. طيب لو انا جيت بقى في النص كده وفي صورة مثلا موجودة وعايز احط مثلا صورة أربعة مثلا، أو عايز أحط ترقيم للصورة ديت، مثلا دي صورة تلاتة، هنا الصورة ديت، هاجي هنا أقول له insert، هيسمي دي تلاتة ويسمي اللي بعديها أربعة، يبقى هو هياخد الترقيم. يبقى أي صورة أحطها في النص هو هيراعي الموضوع دوت. طيب لما أخلص خالص محتاج بقى اعمل جدول بالاسامي ديت، هقول له insert table of figures، يروح منزلهم بالشكل دوت اوكي، فيعمل لي الجدول في ثواني. فنعمل سيلكت عليه، اهو صورة واحد في صفحة واحد، صورة اتنين في صفحة اتنين، صورة تلاتة واربعة في صفحة تلاتة.